تستمر للعلاقات مثل فيروس انتشر، ولا توجد علاقة يكون أحد أطرافها شخص راعي شرها إلا وكانت مدتها قصيرة، ولا يوجد شخص مشقي عمره ومتعبها مثل الرجال اللي يشرح على أي شيء. ليش ما عزموني؟ ليش ما كلمني؟ ليش ما علمني؟ ليش أدق عليه ما رد علي؟ والمشكلة في النهاية ما أحد داري عنه، يعني هو يبي تشره، الناس يمكن يراعونه أول مرة، ولكن الناس ما هي بحياتهم متعلقة فيك ولا محورها يدور حوله. الناس عندها أشغالها، ولا هي بقاعدتهم في كل مرة تدور رضاك وتراعي لك. ولدها ولا مر اللي تشره ولا يشره، اللي يتشرح عليك ليش ما عزمتني، ليش ما ناديتني، ليش أكلمك ما ترد، ليش ليش. ولكن ما يبيك تشرح عليه إذا مارست نفس حالة التشره اللي مارسها معك، هذا حالته أشد وش نعمل اللي قبله. ذات مرة سئل رجل أعرابي حكيم من العاقل، فقال الفطن المتجاهل، الرجال اللي فطين وعارف كل شيء حوله ولكن متجاهل، مكبرا عقله وراسه عن هالأمور وشان راحته وراحت باله. بينا يوسف عليه السلام حينما وقف أمامه إخوته وهو عزيز مصر، حينما وضع الحيلة ليأخذ أخوه وفهمت الناس أن أخوه سرق وهو لم يسرق، فوقف أمامه إخوته فقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يقصدون يوسف الذين هم أمامه الآن وهو عزيز مصر. تخيل بعد كل هالسنين ما زالت الضغينة موجودة في أنفسهم، وهم الآن أمام يوسف وما يدرون أنهم الآن أمام يوسف. فلم يأتي إليهم يوسف ويغضب ويقول لهم أنا يوسف، أنا الآن عزيز مصر، باستطاعتي أن يفعل بهم ما يشاء، ولكن فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم. بعض المواقف ما تخلل الشعور، لأن الشعور يكبر اللي صوره. العمر يمضي والزمن طبعه يدور، يخلي قريب اليوم ضدك بكرة، فلا تعشم في البشرية ثمور، تعشم على اللي كل شيء بأمر، اللي مشى عنك معه عذر معذر، واللي بليا عذر أصنع عذرة، لو العتاب الحل في كل الأمور، إن كان يوسف ما كتمها بصدره.